واضح وهيثبت، لازم وقتها ناخد موقف تجاه دولة بتشيع الفرقة والانقسام بين العرب. أنا نفسي أفهم هي دوافعها إيه؟ يعني مع احترامي نظرية إنها مؤامرة أمريكية وقطر مش عارف بتقوم بدور إيه، برضو السؤال ليه وعشان إيه؟ يعني أنا أفهم هي لو دولة دينية زي إيران أو بيحكمها الإخوان زي تركيا كنا قلنا ماشي عايزة تعمل خلافة إسلامية، ولو دولة ديمقراطية بتدعو للإصلاح والحرية برضو كنا قلنا وماله سياستها كده، لكن هي قطر ولا ده ولا ده، طب بتعمل كده ليه؟ وليه عندها حقد دفين على مصر بالشكل ده؟ ليه عمالة تنشر سمومها وتستخدم من يفترض ان هم رجال دين ولكنهم للأسف ضلوا الطريق؟ أيوة استخدموا الدين أسوأ استخدام. الحروب التي تحصل اليوم في العراق وفي سوريا وفي بلدي الذي كان اسمه دولة اليمن ولم تعد لنا دولة، يا حكومة على الصورة أو لا ملحقنا العسكري، صعب أن تجيب معذور، مزقت دولتنا باسم الطائفية. نحن في اليمن 1000 سنة يا إخواني، 1000 سنة نحن والزيدية إخوة، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط لا يعنيني، كلمة الحق أقولها. وجب علينا اليوم أن نصطف صفا واحدا لننتزع الخطاب الشرعي من الأيدي التي تعبث به. الخطاب الديني، الخطاب الديني تم اختطافه، وعلينا واجب جهادي في أن نسترد هذا الخطاب ممن يلعب به ويعبث به. الناس اليوم صارت تتجه إلى الإلحاد، الشباب يتوجهون للإلحاد، ولو لم أكن أعرف الإسلام لكفرت بالذي يعرض اليوم على أنه إسلام، لا يقبله عقل ولا يقبله قلب ولا تقبله روح. أنا ما جبتش راجل متشدد أو متطرف، الراجل ده معروف بالسماحة والهدوء، ولا هو شيعي ولا هو مش محسوب على فئة، وراجل ليه قبول. الراجل فعلا اتكلم وحط إيده على حتة الخطاب الديني مختطف، الخطاب الديني محتاج يتسحب من الناس دي، فكرة سنة وشيعة دي يعني فضلت الشيخ الحبيب علي الجفري لفت نظرنا اللي فكرة السنة والشيعة كانوا عايشين مع بعض، كانوا عايشين في اليمن، كانوا عايشين في العراق، كانوا عايشين في سوريا، إيه اللي حصل؟ ليه بننفخ في النار ونولعها؟ يعني نفسي يعني أليس فيكم رجل رشيد زي ما بيقولوا؟